السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للحصة الرابعة، الجزء الرابع من النص المسترسل العازفة المقتدرة، المندرج من الأسبوع الرابع من الوحدة الثالثة مجال الهوايات، المرجع الجديد في اللغة العربية من المستوى الرابع. إذن عنوان هذا الجزء نجاح باهر. نقرأ هذه الفقرة من هذا النص ثم نبدأ بالإجابة عن الأسئلة المرافقة. تواصل العزف وسافرت لينا بكل من في القاعة إلى عالم ساحر جميل، أرضه ورود وسماؤه عصافير. ثم عادت بهم إلى القاعة فارتفعت حناجرهم صراخا واشتعلت أيديهم تصفيقا. انبهرت لينا لإعجاب الجمهور بأدائها ووقفت وسط المنصة باحثة عن المايسترو. دارت عيناها الصغيرتان في أرجاء القاعة بعد أن أضيئت الأنوار فلم تجده، وأخيرا ظهر من وراء الستار يومئ إليها بأن ترد على تصفيقات الجمهور بانحناءة كالتي ابتدأت بها الحفلة. كيف عبر الجمهور عن إعجابه بمعزوفة لينا؟ إذن عبر الجمهور بمعزوفة لينا بالتصفيق والصراخ. لاحظوا معي هنا، ارتفعت حناجرهم صراخا واشتعلت أيديهم تصفيقا. إذن الجزء الرابع، عبر الجمهور عن إعجابه بمعزوفة لينا بالصراخ والتصفيق أو بالتصفيق والصراخ. هل نجحت لينا في عزفها أمام الجمهور؟ ما الدليل على ذلك؟ هل نجحت لينا في عزفها أمام الجمهور؟ ما الدليل على ذلك؟ نعم، نجحت لينا في عزفها أمام الجمهور، والدليل على ذلك هو انبهار وإعجاب الجمهور بأدائها. إذن نعم، نجحت لينا في عزفها أمام الجمهور، والدليل على ذلك إعجاب الجمهور بأدائها. إعجاب وانبهار، يمكننا نضيف وانبهار، وانبهار الجمهور بأدائها. أتحدث عن وصف النص لعزف لينا، بماذا شبهها؟ لاحظوا معي هنا في الجزء الرابع في السطر الأول من هذا الجزء، سافرت لينا بكل من في القاعة إلى عالم ساحر جميل، أرضه ورود وسماؤه عصافير. إذن شبه الكاتب عزف لينا بعالم ساحر جميل، أرضه ورود وسماؤه عصافير. إذن شبه الكاتب عزف لينا بعالم ساحر جميل، أرضه ورود وسماؤه عصافير. نكمل، أركب أقوم. لماذا وصف عنوان النص لينا بالعازفة المقتدرة؟ أعطي عنوان آخر. إذا وصف عنوان النص لينا بالعازفة المقتدرة لكونها ماهرة في العزف على آلة البيانو، وأيضا لأنها تجيد العزف لفنانين كبار بيتهوفن باخ موزارت. أما كما كنشوفوا في واحد الفقرة بالنص اللي هي الفقرة الأولى، بقات كتسائل أي معزوفة ستقدم أمام الجمهور، أمعزوفة من معزوفة بيتهوفن أم معزوفة لباخ، ولكنها كانت تجيد أكثر إحدى معزوفات موزارت لأنها كانت يعني تجيد العزف لكل هؤلاء الفنانين الكبار. إذا العازفة عفوا وصف العنوان النص لينا بالعازفة المقتدرة لكونها ماهرة في العزف على آلة البيانو، وأيضا لأنها تجيد العزف لفنانين كبار كبيتهوفن باخ وموزارت. عنوان آخر للنص ممكن نقول العازفة الماهرة أو العازفة المحترفة، العازفة الماهرة أو العازفة المحترفة. هل كان للمايسترو دور في نجاح حفلة لينا؟ نعم نعم، كان للمايسترو دور في نجاح لينا لأنه يدعمها ويشجعها، لأنه يدعمها ويشجعها كما شفنا هنا في آخر النص، كان يراقبها ويوجهها من وراء الستار.
وعند نهاية الحفل بدأت تبحث عنه. إذا نعم لما يستر دورا في نجاح لينا لأنه يدعمها ويشجعها. السؤال الموالي، ألخص الحديث عن تردد لينا في جملتين، وألخص الحديث عن عز فيها في جملة واحدة. إذا حديث لينا، ترددت لينا كثيرا في اختيار المعزوفة التي ستقدمها للجمهور، وقررت في الأخير تقديم معزوفة موزارت التي تجيدها، يمكن نضيفه التي تجيدها. إذا ترددت لينا كثيرا في اختيار المعزوفة التي ستقدمها للجمهور، وقررت في الأخير تقديم معزوفة لموزارت التي تجيدها. بالنسبة لتلخيص عزف لينا، بدأ عزف لينا خفيفا ثم تسارع في رقة ولين بعد أن أحست بثقة في النفس. إذا بدأ عزف لينا خفيفا ثم تسارع في رقة ولين بعد أن أحست بثقة في النفس. ألخص الأفكار التي وردت في النص من خلال الخطاطة. إذا الحيرة، التركيز، الثقة بالنفس والنجاح. بالنسبة للحيرة، احتارت لينا في تقديم المعزوفة التي ستقدمها أمام الجمهور. التركيز، لم تشغل نفسها بتسريحة الشعر والملابس بل ركزت على المعزوفة. الثقة في النفس، أحست لينا بالثقة في النفس فصارت تعزف وكأنها وحيدة في حجرتها. النجاح، نجحت لينا في عزفها فانبهر الجمهور بأدائها. السؤال الخامس، أعطي رأيي في طريقة مساندة المايسترو للينا. إذا مساندة المايسترو للينا سيزيد من ثقتها في نفسها ويبعد عنها كررتها مرتين الارتباك، وسيساهم في نجاح عرضها الأول أمام الجمهور. إذا مساندة المايسترو للينا سيزيد من ثقتها في نفسها ويبعد عنها ارتباك ويساهم في نجاح عرضها الأول أمام الجمهور. قبل إغلاق الفيديو، فضلا وليس أمرا، من تصله قناة نزيل التعليم لأول مرة، الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد، ولا تنسوا مشاركة المقاطع مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.